كنت حابة من قبل أنا أجي على تركيا أعمل أسناني، لأنه عندي مشاكل بأسناني، عندي مشاكل باللثة، وكان عندي أوجاع من تحت، وقلت فرد مرة كمان بزبط من فوق. كنت مقررة أنزل على بلدي لأنه أنا عايشة بكندا. إجت رفيقتي قالت لي إنه الكازن تبعي إجت لهون وعملت أسنانها عند السفير، وحبيت النتيجة كتير وشجعتنا نجي. طلعنا شفنا الريفيوز وكانت كتير رائعة، حبينا الشيء الكومنتس اللي كان مكتوب بالريفيوز، وبنفس الوقت حبينا أسنان الكازن تبعها لأنه هي كتير مدحت بالمستشفى كتير يعني. وطلعت النتيجة كتير حلوة تبع الكازن تبعي. خدنا قرار إنه نحن أنا وياها ننزل نعمل أسناننا. لأنه نحن من جماعة الإنستغرام، مين ما حدا بيسألنا إنه نازلين على تركيا بدنا نعمل أسنان، بنقوم أنا وياها شو بنعمل؟ بنعمل شير للبيج، دغري بنبعث لهم بنختصر الموضوع منشان ما نقعد نحن نحكي كل مرة نفس القصة، هيك ريحنا حالنا أنا وياها وارتحنا من موضوع الأسئلة كل الوقت. بس عن جد المعاملة بتجنن، كنظافة كترتيب. هاي النتيجة ليكا، هاي النتيجة يعني تحكي، يعني أنا طلبت أكتر شيء طبيعي وعن جد طالعوا لي أسناني مثل ما كان بدي يعني وأحسن، وهي طلبت أكتر بياض مني ومثل ما عم تشوفوا النتيجة. صراحة يعني رغم الريفيوز ورغم كل شيء، بس بيضل انه نحن جايين من القسم الثاني من الكرة الأرضية، بيضل عنا خوف. هلا ايمت صار عنا الستريس؟ قبل بجمعة بلشنا ستريس انا وياها على انه اذا عم ناخذ انه نحن لوين رايحين، انه اوكي فاول مرة بننزل على تركيا، مستشفى ما بنعرفه، الدكاترة ما بنعرفهم، الاكيب ما بنعرفه. اكتشفنا انه الاكيب بجنن والدكاتره سوبر رائعين، يعني عن جد يسلم ايديهم لانه كثير اهتموا بالتفاصيل، ونحن من النوع اللي بنهتم اصلا، نحن من حياتنا بنهتم بالتفاصيل، فكتير عن جد يسلم ايديهم لانه اصغر التفصيل اشتغلوا لنا عليها، من دكتورتي لدكتوره، من دكتور سحب العصب، كتير عن جد كل الدكاترة كتير تحملونا عن جد. بلس الأكيب المصور اللي تحملنا كمان عن جد، من الشخص اللي إجا أخذنا من المطار لا من الشخص اللي حكى معنا على التليفون لآخر نهار، كل الأكيب اسم الله عليهم عن جد. كمدير مستشفى بينزل بالأهل اهتم فينا كتير، يعني حسينا انه دكاترتنا من زمان عن جد، يعني انه مو انه عالم جديدة نحن عم نشوفها بحياتنا، لا حسينا حالنا انه مرتاحين، وكتير كانوا فريندلي معنا، حبينا الأمبيانس كله بشكل عام لأنه كان عن جد مثل فاميلي، ما عاملونا انه نحن زبون عن جد، ما حسينا انه ببلد غريب نوعا ما، يعني انا حسيت وانا دكتوري يعني انه ضل مصر لانه النتيجه تكون انه اللي بدي اياها، ودكتورتي كمان تعطيني رايها كان عم ياثر فيني، يعني انا وانا من النوع اللي مثل ما بيقولوا عنيده، فانه بدي الشغله خلص بدي اياها، لا اثرت فيني كثير وبطريقه كتير بتجنن، يعني عن جد
اكسبيرينس كانت رائعه، حبينا كثير. وانا من ناحيتي انا اهلي كلهم بدي اقول لهم يعملوا، لانه هي انا وهي النتيجه، وشيء كثير بجنن بجنن بجنن. انا نفس الشيء اكيد يعني.